بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا التمرين الجديد، تمرين من مواضيع امتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2020 في مادة العلوم الفيزيائية وموجه لتلامذة الشعب العلمية بما فيها علوم تجريبية، رياضيات، وتقني رياضي، لأن كل هذه الشعب لها نفس برنامج الفيزياء. هذا التمرين يحمل الرقم 21 من هذه السلسلة التي أقدمها لكم على قناتي اليوتيوب. هذا التمرين تابع للوحدة الأولى، تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي. أذكركم دائما أن كل هذه التمارين مرتبة في البلاي ليست حسب الوحدات، إذا ما عليك إلا النقر على البلاي ليست في القائمة في القناة بالطبع لتدخل إلى مختلف هذه الوحدات. تمريننا اليوم كان موجه لشعبة العلوم التجريبية، الموضوع الأول والتمرين التجريبي اللي على 7 نقاط. يتكون هذا التمرين من جزئين مستقلين تماما، وهذا هو النص، وكما عودتكم لن أقرأ النص دفعة واحدة، أترك لكم ذلك. يمكنكم إيقاف الفيديو هنا وقراءة النص قراءة متأنية، كما يمكنكم كذلك الاطلاع على النص كامل في الرابط الموجود في وصف الفيديو في الأسفل. إذن يمكنكم إيقاف الفيديو وقراءة النص قراءة كاملة وشاملة. بعد ذلك وبعد محاولتكم الإجابة على الأسئلة كلها أو على الأقل بعضها، يمكنكم متابعة الحل. هذه هي الأسئلة، كل سؤال متبوع بجوابه. الجزء الأول، يباع في الأسواق منتج تجاري لتصبير الزيتون، يتكون أساسا من محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم يسمى كذلك الصودا الكاوية، صيغته الجزيئية هذه هي، صيغته الشاردية هذه هي وهو منحل في الماء، البطاقة الملصقة على قارورته لا تحمل معلومات عن تركيزه المولي. يهدف هذا الجزء الأول من التمرين إلى تعيين التركيز المولي لمحلول تصبير الزيتون. كل المحاليل مأخوذة عند 25 درجة مئوية. أولا، أعطي مدلول العبارة المكتوبة على الملصقة: يجب ارتداء قفازات ونظارات عند استعمال هذه المادة. إذن ماذا تحمل كمدلولات هذه الكتابة؟ بالطبع نحن نعرف أن كل المواد الكيميائية هي خطيرة، ولذا عند التعامل مع هذه المركبات الكيميائية يجب أخذ الحيطة والحذر. إذن لماذا القفازات؟ لأن المادة كاوية وحارقة، إذن هي خطر على الجلد، ويجب وضع النظارات بالطبع لتجنب تعرض العين لهذه المادة. إذن هذا من باب الاحتياطات. نواصل النص. البروتوكول التجريبي، نأخذ بواسطة ماصة عيارية حجما في صفر يساوي 5 مليلتر من المنتج التجاري تركيزه المولي سي صفر، كما قيل لنا نجهل تركيزه المولي. نخفف المنتج التجاري 50 مرة للحصول على محلول اس تركيزه المولي سي واحد.
نأخذ حجما في واحد يساوي 20 مليليتر من المحلول هذا الذي خففناه، ونعايره بمحلول حمض كلور الهيدروجين، هذه هي صيغته الشاردية. تركيزه المولي C0 يساوي 0.1 مول في اللتر، وباستعمال أزرق البروموتيمول ككاشف ملون نلاحظ أن لون المحلول يتغير عند إضافة VA يساوي 20 مليليتر من محلول حمض كلور الهيدروجين. إذن هذه كلها معطيات. السؤال الثاني، أرسم الشكل التخطيطي لتركيب المعايرة موضحا عليه البيانات الكافية. إذن أتخيل نفسي في المخبر وأرسم على الورقة وأرسم على ورقتي شكلا يبين لي التركيب هذا الخاص بمعايرة هيدروكسيد الصوديوم بحمض كلور الماء. إذن الجواب، لا تنسوا دائما رقم السؤال وجملة الإجابة. إذن هنا لابد من رسم. نضع أولا، قبل أن نرسم هذا الشكل، نضع أولا الحجم V0 هذا الغير ممدد من المنتج التجاري داخل حوجلة لتخفيفه والحصول على المحلول S، لأن كما قيل لنا هنا هذا المحلول التجاري نخففه 50 مرة للحصول على المحلول S. عندما نحصل على هذا المحلول S هو الذي نأخذ منه حجما مقداره V1 20 مليليتر، ونعايره بمحلول حمض كلور الماء. يحدث التكافؤ عندما نسكب 20 مليليتر من حمض كلور الماء في 20 مليليتر من محلول S هذا المخفف. إذن الرسم يكون كالتالي، لابد أولا من حامل، هذه سحاحة مدرجة، وهناك فرق بين السحاحة والمصة، محلول حمض كلور الهيدروجين نضعه في السحاحة، البشار الذي يحتوي في البداية على V1 مليليتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم المخفف، والذي نقطر عليه شيئا فشيئا محلول حمض كلور الهيدروجين، فيتكون هنا مزيج تفاعلي بالطبع، ولا بد من الرج بواسطة هذا المخلاط المغناطيسي. إذن هذا هو التركيب الذي أنت مطالب برسمه على ورقتك. السؤال الثالث، اكتب معادلة تفاعل المعايرة. الجواب، إذن علي أن أتبين ما هي المتفاعلات وما هي النواتج. ذكر لي أننا نريد معايرة هيدروكسيد صوديوم بواسطة حمض كلور الماء، إذن أكتب الصيغتين الشاردتين لكل منهما. ماذا ينتج عن هذا التفاعل؟ الH3O زائد بصفته حمض سيفقد بروتون H زائد. إذا فقد بروتون H زائد معناه أن هذا الزائد يختفي، ويبقى لنا هنا 2H وO، معناه H2O أي الماء. كذلك بالنسبة لـ HO ناقص هو يحمل شحنة سالبة، بوصول H زائد تنعدم الشحنة ناقص هذه، ويتشكل كذلك جزيء من الماء، ولهذا نحصل بعد موازنة هذه المعادلة، عندي هنا 3H و H معناها 4H، هنا لازم يكونوا 4H، أما الباقي فهو متوازن. هذه المعادلة الإجمالية، لكن إذا أردنا التبسيط نلاحظ هنا أن السيال ناقص نجده هنا ونجده هنا على حالته، كذلك بالنسبة لشاردة الصوديوم فهي تبقى كما هي، هاتان الشاردتان لا تشاركان في التفاعل،
لأنهما حياديتين، وإذا كانت هاتان الشاردتان لا تشارك في التفاعل يمكن اختصار أو تبسيط المعادلة الكيميائية بهذا الشكل، معناه لا نبين إلا المركبات الفعالة، معناه التي تتفاعل حقيقة، وهي شاردة الهيدرونيوم وشاردة الهيدروكسيد اللي ينتج عن ذلك الماء، وحذاري من عدم موازنة المعادلة، شيء ضروري وهام. إلى السؤال الرابع، جد قيمة سي واحد ثم استنتج التركيز المولي سي صفر للمنتج التجاري. بالطبع هنا لابد من العودة إلى النص ليتبين لنا ما معنى السي وماذا يمثل سي واحد وماذا يمثل سي صفر. من هنا نفهم أن السي صفر هو التركيز المولي للمنتج التجاري، بينما السي واحد هو التركيز المولي للمحلول الممدد أي S حصلنا عليه بتمديد 50 مرة المنتج التجاري. نفكر في عملية المعايرة، وقيل لي هنا أننا أخذنا 20 مليلتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم ذي التركيز المجهول سي واحد لأنه من المحلول S، حدث التكافؤ مع 20 مليلتر من محلول حمض كلور الماء ذي التركيز سي أ. إذن في النهاية عندي حجمين وتركيز، وينقصني تركيز المحلول هذا S. إذن هنا تحضرني العلاقة الأساسية للتكافؤ، ألا وهي سي واحد في واحد، سي واحد في في واحد يساوي سي أ في VAE. VAE هنا نقصد به حجم الحمض لبلوغ نقطة التكافؤ، فوليوم دو لاسيد اليكيفالونس. ومن هنا عندي مجهول واحد وهو سي واحد، إذا سي واحد يساوي سي أ في VAE على في واحد، إذا سي واحد يساوي 0.1 في 20 على 20 ويعطيني سي واحد يساوي 0.1 مول في اللتر. كان بإمكاني هنا وضع VA دون أن أكتب VA لأنه نفس الحجم. هذا الشطر الأول من السؤال، فما هي قيمة سي صفر؟ سي صفر هنا الجواب مخفي في هذه الجملة، نخفف المنتج التجاري 50 مرة للحصول على المحلول S تركيزه المولي سي واحد. حصلنا على التركيز المولي هذا سي واحد بتخفيف المحلول هذا 50 مرة، معناه أن سي صفر يساوي 50 مرة سي واحد، ومنه فإن سي صفر يساوي ومنه سي صفر يساوي 50 في 0.1 أي سي صفر يساوي 5 مول في اللتر. لاحظوا الفرق بين هذا وهذا، معناه لما مددنا هذا الذي كان تركيزه 5 مول في اللتر حصلنا على هذا المحلول ذي التركيز الصغير. ما الهدف من تخفيف المحلول التجاري؟ لماذا نخفف المحلول التجاري؟ نريد أن نقوم بمعايرة. لو نأخذ المحلول التجاري يلزمنا حجم كبير من محلول حمض كلور الماء حتى نصل إلى نقطة التكافؤ. بتخفيف هذا المحلول التجاري لزم فقط 20 مليلتر. إذن الجواب يكون على هذا الشكل، الهدف من تخفيف المحلول التجاري عملية المعايرة صعبة التحقيق نظرا لقيمة سي صفر الكبيرة، وهذا ما يتطلب إضافة حجم كبير من المحلول المعاير للوصول إلى نقطة التكافؤ.
وحتى نفهم جيدا ما المقصود بهذه الجملة التي كتبتها في الأسفل، لو افترضنا جدلا أننا لم نخفف المحلول التجاري وأخذنا 20 مليلتر من هذا المحلول، فكم يلزمنا من مليلتر من محلول حمض كلور الماء؟ نقوم بالحساب الآن، عوض أن نأخذ C اللي هو C1 نأخذ C0، إذن 5 في 20 مليلتر من هيدروكسيد الصوديوم التجاري على 0.1 اللي هو تركيز محلول حمض كلور الماء، كم نجد؟ نجد 1000 مليلتر، معناه 1 لتر، وهذا حجم كبير، حتى السحاحات الموجودة في المخبر لا تستوعب هذا الحجم، ولهذا وجب علينا تخفيف أو تمديد المحلول التجاري لكي تكون المعايرة سريعة وسهلة. الجزء الثاني، يستعمل حمض الميثانويك HCOH في صناعة الأصبغة والمطاط ومنتجات أخرى. إذن هذا الجزء الثاني مستقل تماما عن الجزء الأول. لدينا محلول تجاري S0 لحمض الميثانويك تركيزه المولي C0 يساوي 2 مول في اللتر. هذا C0 ليس C0 الذي كان عندنا في الجزء الأول، لأنني أكرر الجزئان مستقلان عن بعضهما. نحضر محلولا مائيا S تركيزه المولي C بتخفيف هنا كذلك المحلول التجاري S0 10 مرات، محلول تجاري لحمض الميثانويك. يهدف هذا الجزء إلى دراسة تأثير التركيز المولي الابتدائي على انحلال الحمض في الماء. ما هي علاقة التركيز المولي الابتدائي لحمض الماء على انحلاله في الماء؟ أولا، عرف الحمض حسب برونشتاد. ما هو الحمض حسب برونشتاد؟ هذا نعرفه منذ أن بدأنا دراسة الكيمياء. الجواب، ذكرت قبل قليل أن الحمض حمض كلور الماء مثلا فقد بروتون H زائد، إذن هذا من ميزات كل الأحماض. إذن يكون الجواب كالتالي، هو كل فرد كيميائي سواء كان شاردة أو كان جزيء قادر على فقدان بروتون H زائد خلال تحول كيميائي، معناه خلال تفاعل كيميائي، ومثل ذلك H3 O زائد. أو حتى هنا هذا HCOH هو جزيء، إذا كان قادر على فقدان بروتون H زائد خلال تفاعل كيميائي فهذا معناه أنه حمض، ويدل على ذلك اسمه. أكتب معادلة انحلال حمض الميثانويك في الماء، هنا كذلك معادلة تفاعل. إذا ما هي المتفاعلات وما هي النواتج؟ عندي حمض الميثانويك يتفاعل مع الماء، ماذا ينتج عن ذلك؟ إذن HCOH وهو سائل بالطبع في درجة الحرارة 25 درجة مئوية. لا تنسوا أن في البداية قيل لي أن كل هذه المركبات مأخوذة في 25 درجة مئوية، إذن هذا الحمض تحت 25 درجة مئوية هو سائل، وكذلك الماء. ما دام هذا حمض فهو قادر على فقدان بروتون H زائد لينضم إلى H2O، فتصبح عندنا H3O زائد شاردة الهيدرونيوم، ويبقى هنا HCOO ناقص. من أين جاء هذا الناقص؟ لأن في هذا الجزيء عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة، لما ذهبت شحنة موجبة أخذها البروتون بقيت الشحنة السالبة كفائض، ولهذا هنا عندي شحنة سالبة وهنا عندي شحنة موجبة، ولكن الموازنة محققة، المعادلة متوازنة. لاحظوا جيدا، عندي هنا H2 زائد 2H معناها 4H، إذن H زائد 3H 4H، وهنا عندي 3O وهنا عندي كذلك 3O. لو لم تكن المعادلة متوازنة لوضعت هنا بالطبع معاملات حتى أوازنها، وهذا مهم جدا لا سيما فيما سيتبع هذا السؤال. إلى السؤال الثالث، أحسب تركيز المولي C للمحلول S، معناه للمحلول المخفف هذا.
كيف حصلنا على المحلول S بتخفيف المحلول S صفر 10 مرات؟ مادام تركيزه كان 2 مول في اللتر كان تركيزه كبير، إذن عندما نخففه معناه تركيزه المولي سينقص، ينقص بكم؟ ينقص ب10 مرات. ولهذا منطقيا فإن الجواب هو C1 يساوي C0 تقسيم 10، إذن C1 يساوي 0.2 مول في اللتر. السؤال الرابع، توجد في المخبر الزجاجة التالية، مصات عيارية 5 مليلتر 10 مليلتر و 20 مليلتر، وحوجلات عيارية 100 مليلتر 500 مليلتر و 100 مليلتر. اختر الزجاجات اللازمة لتحضير المحلول S، علل. الجواب هنا يظهر لي في النص أن هناك نقص، لأن لم يعطى لي حجم المحلول التجاري حتى أعرف ما هي الماصة أو ما هي الحوجلة التي سأخذها. إذن لابد أن هنا في تصحيح موضوع امتحان شهادة البكالوريا لابد أن يكون هذا السؤال قد ألغي. لا علينا، لو مثلا أعطوني حجم 10 مليلتر، لو أعطوني في صفر يساوي 10 مليلتر، ما هي الماصة التي أختارها وما هي الحوجلة التي أختارها؟ إذن الجواب يكون كالتالي، بما أنني افترضت أن الحجم هو 10 مليلتر، إذن لابد أن أحضر ماصة لأخذ بالضبط 10 مليلتر من المحلول التجاري. ولكن أين أضع هذه 10 مليلتر؟ سأضيف إليها الماء حتى يصبح تركيز 10 مرات تركيز محلول تجاري، معناه تصبح 100 مليلتر. معناه أن الماصة التي أخذها يجب أن تستوعب 10 مليلتر، والحوجلة يجب أن تستوعب 100 مليلتر. بالطبع هذا إذا افترضنا أن حجم المحلول التجاري هو 10 مليلتر. إذا افترضنا حجم آخر فذاك كلام آخر. إذن ولهذا قلت أن في هذا السؤال وفي هذا الجزء ينقص حجم المحلول التجاري. التعليل، لأن تمديد 10 مليلتر مثلا من محلول الصفر، هذا 10 مليلتر غير معطاة في النص ولكن افترضتها فقط، تمديد 10 مليلتر من المحلول التجاري الصفر 10 مرات يحتاج إلى حوجلة عيارتها أو سعتها 100 مليلتر. خامسا، انطلاقا من المحلول S نحضر عدة محاليل مخففة ذات تراكيز مولية مختلفة، يعني معناه أننا نخفف عدة عينات من حمض الميثانويك حتى تكون تراكيز مختلفة، ثم نقيس قيمة كل منها ونحسب pH، نسبة التقدم النهائي الطائف لكل محلول، فنحصل أو نتحصل على المنحنى البياني هذا طائف بدلالة pH الممثل لتطور نسبة التقدم النهائي الطائف بدلالة pH. السؤال 1.5، أنشئ جدولا لتقدم التفاعل وبين أن نسبة التقدم النهائي طائف للتفاعل تعطى بهذه الصيغة، طائف تساوي 10 أس ناقص pH على C، علما أن السي هو تركيز المولي لحمض الميثانويك. الجواب، إذن هنا نبدأ من إنشاء جدول، الجدول الذي اعتدنا عليه كثيرا، نقيمه. ماذا نضع في هذا الجدول؟ أولا نضع معادلة التفاعل وهي هذه التي حصلنا عليها، وهنا لابد أن أنبهكم، لو لم تكن هنا كل المعاملات واحد 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 لاختلف الأمر، وإذا لم تكن المعادلة متوازنة فربما كل هذه الحسابات التي تضعها في الجدول تكون خاطئة. إذن أول ما تتأكد منه موازنة معادلة التفاعل.
الحالة، نبدأ بالحالة الابتدائية. بالطبع كمية المادة هي بالمول. الحالة الابتدائية، كم كان عندي مول من HCOH وكم مول من H2O، كم مول تشكل لي وكم مول من H3OZ. إذن في البداية في الحالة الابتدائية، ما هو عدد مولات HCOH قبل بداية قبل انطلاق التفاعل؟ بالطبع هي نعرف أن N تساوي CV، وبالتالي فإن عدد مولات حمض الميثانويك الموجود عند الحالة الابتدائية هو C في V، هذا عدد مولات، وهذا بالطبع وحدته المول. لم يتشكل بعد لا HCO ناقص ولا H3O زائد، إذن صفر صفر. في الحالة الانتقالية، لابد أن هناك عدد من المولات HCO ناقص والعدد مثله من H3O زائد الذي تشكل، وليكون مثلا X هذا العدد ناقص من هذا العدد، لأن لا شيء يفنى ولا شيء يستحدث، وإنما الكل في تحول، الذي اختفى من هنا ظهر هنا. إذن ماذا كم بقي من مول HCOH؟ CV ناقص X. الآن في الحالة النهائية، ما هو عدد مولات HCO ناقص التي تشكلت، وما هو عدد مولات H3O زائد التي تشكلت؟ هو عدد حدي، معناها نهائي، ولهذا نرمز إليه بXF، وهنا كذلك XF. يبقى لي هنا CV ناقص XF، علما أن XF هو العدد النهائي للمولات التي تشكلت سواء من هذه الشريدة أو من هذه. إذن لابد أن هناك بقايا من HCOH. لو كان عندي تطبيق عددي لوجدت أن الطو F الذي نتحدث عنه هنا نسبة تقدم نهائي لكانت أقل من واحد، معناه التفاعل غير تام. لو كان طو F يساوي واحد نقول أن التفاعل تام، وهنا بالطبع يبقى صفر. هذا ليس هو الحال في حالتنا هذه. لماذا لم نكتب هنا كمية أو عدد مولات الماء؟ لأن الماء متوفر بالقدر الكافي. الشطر الثاني من السؤال بين كذلك أن طو F يعطى بهذه الصيغة. طو F هو قانون نعرفه عن ظاهر القلب، هو عدد مولات الناتجة في الحالة النهائية على عدد المولات الذي كان عندي في البداية. في البداية كان عندي CV، في النهاية أصبح عندي XF. إذن XMAX هي CV، ومنه فإن الطو F يساوي عدد مولات H3O زائد الناتجة التي ظهرت على عدد مولات الحمض التي أعطتني H3O زائد والتي كانت في البداية، أعطتني H3O زائد بعد تفاعلها مع الماء. إذن هذا في الحالة الابتدائية معناه XMAX، هذا في الحالة النهائية لا نعرفه، ولكن نعرف أن هذا العدد يمكن الحصول عليه إذا كان عندي الحجم وعندي التركيز المولي بالH3O زائد في الحالة النهائية على CV. أنا لا داعي لأن أعوض بX لأنني سأعود إلى هذه الحالة أو XF، لا. إذن تركيز بالH3O زائد في V مثل هنا، هنا C لماذا؟ التركيز المولي بالHCOH في الحجم، حجم بالطبع الذي كانت توجد فيه عدد من المولات من HCOH. CV هو عدد مولات HCOH في الحالة الابتدائية. هنا كذلك عدد مولات H3O زائد في الحالة النهائية والتي تشكلت هو تركيزها في الحجم. هنا كذلك C في V، لأن الحجم هنا لم يتغير، الحجم هنا لم يتغير. إذن CV نختزل V فنحصل على، نعرف حسب تعريف pH أن التركيز بالH3O زائد يساوي 10 أس ناقص pH.
أي تركيز بين ار 3 او زائد يساوي 10 اس ناقص بي اتش، هذا بالطبع تبعا لتعريف البي اتش. السؤال 2.5، حدد بيانيا نسبة تقدم طو اف لكل من المحلولين المميزين ب بي اتش يساوي 2.9 و بي اتش يساوي 5.0، ثم استنتج تركيز المولي الابتدائي لكل من المحلولين. بالطبع هنا لابد من الرسم البياني الذي نستغله. هذا الطو اف بدلالة البي اتش، أعطوني هنا قيمتين للبي اتش لمحلولين مخففين مختلفين، وطلب مني أن أحدد طو اف لكل منهما بيانيا. أولا بي اتش واحد يساوي 2.9، أين يقع بي اتش واحد 2.9؟ قيمة 2.9 إذا أبحث عنها هنا بدلالة هذا السلم 0 2 تقريبا 3، إذا لابد أن البي اتش 2.9 موجود هنا. إذا هذا البي اتش واحد يساوي 2.9 الذي حددت موقعه هنا، ما هو ترتيب هذه النقطة؟ نقوم بالإسقاط ونقوم بحساب عدد المليمترات أخذين بعين الاعتبار السلم، هذا 1 سنتيمتر يمثل 0.2، إذا هنا عندي أقل من 0.2، طو اف يساوي 0.14 وليس له وحدة لأنه نسبة بين مقدارين من نفس الطبيعة. كذلك الأمر بالنسبة لـ بي اتش 2 5.0، 1 2 3 4 5 هذا أسهل، إذا هو هنا. ما هو ترتيب هذا النقطة؟ 0 2 0 4 0 6 0 8 و 1، إذا هذه القيمة أقل من 1. إذا قمت بحساب عدد السنتيمترات هنا أو بالمليمتر وأخذت بعين الاعتبار أن 1 سنتيمتر هو يقابله 0.2، فستجد 0.96 أو قيمة قريبة جدا من هذه القيمة. إذا بي اتش يساوي 5.0، معناه أن الطو اف 2 يساوي 0.96، إذا كل هذا من الرسم البياني. استنتج التركيز المولي الابتدائي لكل من المحلولين، كيف نجيب؟ من السؤال السابق حصلنا على العلاقة التي تعطيني الطو اف بدلالة البي اتش وهي هذه، وجدنا أن الطو اف وبرهنا أنه يساوي 10 أس ناقص بي اتش على السي. هنا يكفي أن أعوض البي اتش بهذه القيمة ثم بهذه، والطو اف بهذه القيمة ثم بهذه لأجد السي. إذا نستنتج أن السي يساوي 10 ناقص بي اتش على الطو اف. يبقى الآن تطبيق العدد البسيط، إذا خذ آلتك الحاسبة وتأكد من هذه الحسابات. ذلك الأمر بالنسبة للسي 2، 10 أس ناقص 5 على 0.96 تعطينا السي 2 بالتقريب 1.04 في 10 أس ناقص 5 مول في اللتر. لاحظ هنا أن السي 2 هو أقل من السي 1 بحوالي 900 مرة، لأن إذا كتبنا هذا 900 في 10 أس ناقص 5 وهذا 1 في 10 أس ناقص 5، معناه أن السي 2 أقل من السي 1 ب 900 مرة. إلى السؤال 5.3 وهو الأخير، استنتج تأثير التركيز المولي الابتدائي على انحلال الحمض في الماء. إذن الجواب رقم السؤال وجملة الإجابة، ويكون الجواب كالتالي: ما الذي يحدث لما نمدد المحلول الابتدائي سواء كان حمض سواء كان عصير سواء كانت قهوة سواء كان شاي، لما نمدد هذه المركبات معناها نضيف إليها كمية من الماء، فإن تركيزها بالمركب المذاب في البداية يصبح أقل. في حالتنا هذه تمديد المحلول الابتدائي ينجر عنه تناقص التركيز الابتدائي، معناه تناقص التركيز بالـ H3O زائد
وإذا تناقص التركيز بالآر 3 وزيد عددها أصبح في كل لتر أقل مما كان عليه في المحلول الابتدائي، معناه أن pH يزداد لأننا نعرف أن التركيز الآر 3 وزيد يساوي 10 ناقص pH، إذا زاد هذا العدد pH بالطبع يزداد. كل هذه العوامل تصب في خانة واحدة وهي ازدياد انحلال الحمض في الماء. إذا الخلاصة، كلما مددنا المحلول الابتدائي كلما ازداد انحلال الحمض في الماء. لم يكن على الممتحن أن يكتب كل هذه أو يعلل هكذا، وإنما إذا كان كتب هذه الجملة فهي كافية، لأن هذه ترتكز على السؤال 5-2 الذي سبق، ولقد رأينا أن السي 2 أقل بكثير من السي 1 تقريبا ب900 مرة. لماذا؟ لأن السي 2 هو التركيز لمحلول ممدد كثيرا. هذا لا يقتصر على الحمض، وإنما كما قلت يمكن أن تأخذ أي محلول مائي، معناه الماء زائد أي مركب مذاب فيه. كلما زدنا الماء في المحلول المائي الذي كان تركيزه بالمركب المذاب فيه كبير، كلما ازداد انحلاله، معناه تناقص عدد المولات في كل لتر. إلى هنا ينتهي تمريننا اليوم، وإلى اللقاء في تمرين قادم إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة إذا كانت هذه التمارين تنال إعجابكم، مع تمنياتي لكم بالنجاح، والسلام عليكم.